الناس من المنفذية محمد الخامس وفي دوار الكرة. كاينة مرأة عندها 130 عام باقا ساكنة، جا عندنا الباشا وشاف هاد الشيء وجا عطانا دوك السويرتات قال لك سيرو فين تباتوا تنهار اثنين. فيه البيت المعتمانية، فيه الكابينة، فيه كل شيء، كتبات لي كنت كتشم بلي كيحكي الكروب. الوالد ديالنا راه جابتو الوالده جدتي هنايا، راه من فادي محمد الخامس كتقول هي باش جا هو هنايا، وباقي كيقول لك انتم حبه جيتو لتحت والناس اللي جاوا من هبطوهم غير من 49 دغيا استافدوا. اليوم يسقيك الكامون، غدا نسقيك الكامون، شي تحوال ما كاين. عندنا الوراق هنا خداو من عند الشركه الفرنسيه، ما كانش شي حاجه سميتها ارض المخزن، كانت الارض ديال الشركه الفرنسيه منذ سنه 1932. الشركه الفرنسيه سلمت لهم الارض، ولاو دابا كيقول لهم نتوما هاجمين على ارض المخزن ما عرف شنو، اون بليس دو سا مخلينهم هما الاخرين. هاد الوثائق هادو كيدلوا على ان هاد السكينه بانهم هاد الناس راه هما قدام من يعني من عهد الحمايه الفرنسيه. كان هاد الحي هذا كان هو مركز ديال المقاومه المغربيه من الدفاع عن الوطن. زدت هنا وكبرت هنا ولدت ولادي هنايا، ولادي تزوجوا هنايا وكبروا هنايا. راه حنا رانا ضعنا ضعنا ضايعين ضايعين ضايعين. في الليل كيجيو هنايا يحولوه من القيد وكل شيء، يحولوه في الليل يحولوا عباد الله، وحنا من 45 ولا 46 حنا هنايا، جاو غامورانا وسكنوا مكرفسين الديور القدامين الاولين، المشروع الاول راه باقي فيه الديور خاويين، وحنا فين نمشيو حنا كنتكرفسوا. جا عندنا الباشا وشاف هذا الشيء وجا عطانا دوك السويرتات قال لك سيروا فين تباتوا تنهار اثنين وغادي نشوف واش غندير معاكم حل. حنا 10 دناش عطانا بيت ما فيه لا ما لا كوزيناش من بيت كوزينه بيت فيه كلشي فيه كلشي فيه البيت المعتمانيه فيه الكابينه فيه كلشي كتبات لي كنت كتشم بلي كيحكي الكروب دابا انا مقجف حتى كتشوف فيا انا مقجف شحال الناس من 1938 راه كنا كنخلصوا الشركه الفرنسيه انا دابا 20 عام باش جيت عند راجل انا ودارنا 20 عام بس ساكنه دابا وحنا قولي هادو راه 50 عام ولا 60 عام راه كاين اللي الناس من المنفذ ديال محمد الخامس وفي دوار الكره قولي راه حنا كنخلصوا الارض ديال الدير الفرنسيه كنا كنخلصوها راه كاينين الناس اللي راه كاين الناس اللي 80 عام كاينه مراه عندها 130 عام باقا ساكنه
130 عام عنده وباقا مساكنه ما استبدلتش. كاين اللي ولدها في الخارج وحصاته شد، بنتها مجوجه كاريه في تماره وحصاتها شدت، كاين اللي خوه العروبيه وحصاه شد، وحنا اللي 50 عام وحنا هنا حنا الرابعين، الشتا فينا، القطره فينا، التكرفيس فينا، السكيريه فينا، كلشي فينا، حتى واحد ما تيحن فينا، واليوم يحولونا غدا يحولونا وحنا باقيين. هو الكورة الأصلي هو اللي باقي من الزنقة زيرو؟ من الزنقة زيرو حتى الزنقة 13. الوليد ديالنا راه جابتو الوالدة جدتي هنايا، راه من أمن من فادي محمد الخامس كتقول هي، باش جا هو هنايا باش يسكنوا هنايا. كل مرة تيقول لهم غادي نحولوكم غادي نحولوكم نحولوكم، تبقى حنايا، حنا راه تزدنا وكبرنا هنايا. أنا دابا في عمري زايدة في 76 شهر 11، وراه حنا راه كبرت هنا، وباقي كيقول لك أنتم حبة جيتوا لتحت، والناس اللي جاوا من يهبطوهم غير من 49 دغيا استافدوا. حنايا كنا كنخلصوا الأرضية الفرنسية، كاين عند الوالد ديالو شركة فرنسية كانت هنا كنخلصوا فيها درهم وواقيلا ولا جوج دراهم، واحد التيكيت هكا اللي مولي كنا كنخلصوا الضريبة هادو، كنا كنخلصوا على الميديا، كان عندنا الميديا هنا كنا كنخلصوه، حنا ماشي غير جينا وتلاحينا هنايا في الرباط. جدة الله يرحمها عاشت هنا 70 عام، منذ عندنا الوراق هنا خداو من عند الشركة الفرنسية، ما كانش شي حاجة سميتها أرض المخزن، كانت الأرض ديال الشركة الفرنسية منذ سنة 1932، عندهم باش خداو الشركة ما خداو البراكة، ما كانش ممنوع البني، كانت غير براكة، كيجيبها لك كيجيبوها من الصارة وكيحطوها لهم هنايا، البني عاد جا من بعد، ما عندكش الحق تبني، خداو داروا البراك بقاو تيخلصوا الأرضية. جا الاستقلال، خرج المستعمر، ملي خرج المستعمر قالوا ليهم حكا لا، قالت لهم الشركة الفرنسية غتخون لي الأرض ديالي، دعوا الشركة الفرنسية وربحوا الشركة الفرنسية، سلمت لهم الأرض، ولاو دابا كيقول لهم انتم يا جميل الأرض المخزن ما عرف شنو، وأون بليس دو سا مخلينهم هما الآخرين. كانت إعادة الإسكان ديال واحد الحي سميتو حي الخير، هزوا منو واحد الطرف، الطرف اللي شات جابوه حطوه هنا، منين داروا إعادة الإسكان بداو به هو الأولاني، ودور الكرة الثاني عليه جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو، خلاوه هو الأخراني. هادي مديوره هاد الوراق هادو، نهار اول ما سكننا هنايا سكن الوالد ديالي في 1934، الرقم ديال الملف ديالنا حنا ديال السكن اللي معطيه هو من طرف وزاره الاشغال العموميه دائره التعمير والسكنه مكتب السكنه، الرقم ديالها كان 687 من داك التاريخ، وكاينين التواصل ديالنا باش كنا كنأديو الواجب ديال الكراء ديال الشركه العقاريه الفرنسيه. هما هادو الاذاعه والتلفازه كنا كنخلصوها حنا في دوار الكره ديال الوداد، نخلصوها ولات هذيك 1970. هاد الوثائق هادو كيدلوا على ان هاد السكينه بانهم هاد الناس راه هما قدام من يعني من عهد الحمايه الفرنسيه، وكانت يعني هذا الحي هذا كان هو مركز ديال المقاومه المغربيه من الدفاع عن الوطن. على اين هاد الوثائق هادو؟ حنا ماشي كندليو بهم باش اننا غنطعنوا في ناس اخرين اللي ما عندهمش الوثائق، ولكن راه حنا انا كمواطن من جمله هاد المواطنين، انا تزدت هنا وكبرت هنا ولدت ولادي هنايا، ولادي تزوجوا هنايا وكبروا هنايا. اللي كنشوف انا دابا حاليا وهو ان هذه المشاكل اللي هي متراكمه، فهي كاينه ايادي خفيه اللي هي كتلاعب في هذا المصير ديال هذه الامه هذه، راه تيقتلونا، راه كيهلكونا، راه ديورنا تباعوا، راه حنا تشردنا، هذه 60 عام وحنا كنتشردوا. ولهذا انا كنطلب من خلال هذه الصحيفه، نطلب منهم على انهم يوجهوا النداء الى صاحب الجلاله نصرها الله للتدخل لتفعيل العمل من اجل هاد السكينه هادي اللي هي ضيعه هادي 60 سنه، وما والدينا عاشوا اكثر منا، والدي انا الان والدي انا ماتوا على 86 سنه، فما بالك انا. كاينه وثائق، هاد الوثائق هادي اللي كتدل على ان هاد الناس هادو راه كانوا ساكنين قانونيا، كانوا ساكنوا قانونيا باش بالوثائق، لان كاينه شي وثائق اللي هي تتعطي التاريخ ديال امتى تاسس هذا الحي هذا وامتى كان. بحال هذه الوثائق هذه كتكلم على سنه 1934، وكيف يعقل من 1934 ولحد الان لم نستفيد
واستفادوا ناس العديد من المشاريع اللي ليست لهم علاقه بحي الكره من زمن طويل. حي الكره الحكومه ديال صاحب الجلاله رحمه الله الحسن الثاني كانت كترصد له دائما مشاريع للقضاء على مدن الصفيح، ولكن المشكل اللي كان وهو ان الساسه او السلطات السابقه كانت كتلعب في هذا الملف هذا ديال حي الكره، الى انه جات مشاريع كمشروع ديال الديمه. مشروع ديال الديمه هو اللي موجود حضره في راي اللي كانت دار بالنسبه لحي الكره، جاو لحي الكره خذوا منه واحد الطريف ودوك 10 ديال البرارك حولوهم للديمه، والباقي الاخر ديال البقع الارضيه اللي كانت تما ديال حي الكره كلها تبعت، يعني ديك السلطات الفاسده ودوك المرشحين ودوك المجالس اللي كانت سابقه طفلات على داك الشيء وكلاتو. جاء المشروع الثاني اللي كان غادي يشمل حي الكره وحي الخير، اذا به ان مشروع حي المشروع هذا اللي جا كانت مكلفه به الوكاله الوطنيه لمحاربه السكن غير اللائق في شخص المدير ديالها اللي كيتسمى السي الحلو اللي هو حار ماشي حلو. فعلا شنو دار؟ اول حاجه دارها وهو انه شد حي الخير قسمو على ثلاثه ديال الطروفه. قسم حي الخير طرف عطاه 49 وطرف لحول دوار الكره هنايا وطرف لحول الجيت البريد اللي حدا المجلس البلدي قرب العكاري. جاء مشروع اخر اللي كان دسنو السيد البصري الله يغفر ليه هنا في ارض الشتوكي في 84 دشن وجابوا لنا البلانات وراونا الواجهه وقالوا لنا هنا تحت الحجره الاساسيه الى اخره. دازت 84 بشهرين ولا ما عرف سميتو جا الشارع داروا ليه منصه دار خطاب قال لهم راه في 86 راه ما غتبقى تا براكه. فعلا داز ذاك التاريخ لحقات 86 ما كاين والو، ما كاين لا براكه لا دار لا حتى شي حاجه، بقات الناس كتعاني في ديك المعاناه الفيضانات والحريق والى اخره وتفكك اجتماعي ومخدرات الى اخره. كان الناس المسؤولين اللي كاينين دابا حاليا اللي كنظن فيهم على انهم راهما اكفاء وكنتمناو فيهم يكون فيهم الخير لصالح هاد البلاد، هذا ماشي غير لصالحنا حنا بوحدنا اللي كمواطنين، راه كنشوفوهم يكونوا مصلحه للشعب العامه من طنجه الى الغويره. ما كاينش شي دولة في العالم.